بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا. اليوم حيكون عندنا درس ضمن سلسلة دروس بناء البروتوتايب الخاص بتطبيق الناتشر آب اللي احنا ابتدأنا فيه من هذه النافذة وانتقلنا فيه على هذه النوافذ ضمن سلسلة دروس بتشوفوها في البلاي ليست أو في صندوق الوصف. اليوم حنتكلم على المستوى بعد هذه النافذة. في عندي مستوى أعمق من هذا المستوى، إنه كيف بدنا ناخذ آيتم ونحط له صفحة خاصة بهذا النوع من البيرز. طيب الآن الصفحة تكون شبيهة بالصفحة السابقة لها، لذلك أنا بدي أعمل Alt وأسحب هذه الصفحة وأروح أفرغ مضمونها من المحتوى الموجود عندي هنا كله. بعمل له Delete وبقف هنا حتى اشوف ايش ممكن يكون عندي عناصر لهذه الصفحه. بدي ابدا الان، بدي اخذ الكاروت بيرد واحطه هنا في المنتصف واحط اسفل منه اللي هو اللايك والديسلايك واللف والشير، بحيث انه يكون في عندي نوع من انواع الانتر اكتيفيتي. وبعد ذلك انا اعمل مجموعه من السكاشن، كل سكشن يكون في عندي اللي هو التايتل له مع ايكون، مره اتكلم في موضوع الويذر، مره اتكلم في موضوع اللوكيشن، والثالثه اتكلم في موضوع البوم الصور اللي ممكن يكون لهذا النوع من البيرز. تعال ناخذ اول شيء كيف نعمل اطار حتى نحط البيرد الكبير فيه. الاطار هذا بده يكون نوعا ما يحتل مساحه كبيره في الشاشه. بعمل فيل او بعمل اللي هو البوردر تبعه عباره عن لون اخضر. باخذ عندي هنا اربعه، بنتكلم عن موضوع الشادو، بدنا ناخذ في الشادو اللون هذا، بكبر الشادو الى 10 هاي هنا، وبكبر الواي الى 10، وممكن نعمل هنا ايش هاي 10 او هاي 14. بناخذ نسخه ثانيه من هذه الدائره، هاي بعمل الت وبسحب نسخه ثانيه، وبروح باخذ هذا الشادو ولكن بالماينس حتى اخذ شادو في المنطقه العليا والمنطقه اليسرى. اوكي هاي اخذنا بالماينس، بنكتفي بهذا القدر. بنيجي بنحط الصورتين مع بعضهم وبنحطهم هنا محاذاه فوق بعضهم البعض، هيك ضمنت انه يكون في عندي صورتين بالطريقه هذه. بجي بعمل تجميع، بعمل جروب وبعمل كوبي وبعمل بيست. هاي انا صار في عندي شكلين موجودين هنا وهي من فوق بعضهم. بدي اروح اجيب الطير، هاي الطير انا بدي اياه اللي هو كرين بيردز، بسحب دراج اند دروب وبحطه في هذا الاطار، بصير في عندي موجود في المكان هذا. الان بدي احط الايقونات اسفل منها، بلزمني احط الايقونات ضمن مجموعه معينه. هذا المجموعه بدها تكون عباره عن مربع، ولكن حشيل عنه التظليل وحشيل عنه البوردر بعد ما احط كل الايكونز في داخله وارتب موضوع الايكونز. هاي اول ايكون، بعمل الت وبسحب الايكون حتى احتفظ بنفس النسخه هذه، وهيك احنا جبنا الايكون الاول، وهيك بجيب الايكون الثاني وبجيب الايكون الثالث، وهنا جبنا الايكون الرابع. الان الايقونات هذه كلها بدي اعملها تباعد. ليش اجت هيك؟ لانه المربع كان معاهم، بشيل المربع وبعملهم تباعد متساويين التباعد، حيكون كلهم في المنتصف. هيك ضمنت انه يكونوا كلهم في المنتصف. تعال نحطهم كلهم في هذا المربع، هينا حطيناهم، او نرجع المربع عليهم، هاي هيك صاروا موجودين في هذا المربع. بضل عندي انا المربع هذا اشيل منه البوردر وخليه بالطريقه اللي موجوده. بدنا نحط له خلفيه، ممكن نحط له خلفيه فاتحه، هاي الخلفيه هيك، احنا ممكن احنا نعمل له خلفيه بالطريقه هذه. اوكي جميل موضوع الخلفيه. تعال الان بدنا نعمل مجموعه سكاشن. السكشن الاول هاي بدي اعمل هنا مربع، ولكن بدي اترك مجال للايكون والمربع تاع الايكون، وباجي مربع ثاني، هاي بسحب مربع ثاني، بتاكد الان من الارتفاعات من هنا. هذا ارتفاعه حيكون عندي 100، وباجي بقول الهايت تبعت هذا ايضا 100، ولكن العرض بدي احاول اصغر العرض هذا بحيث اني اترك في مجال هنا العرض الثاني، والتنين بخليهم يجوا بجوار بعضهم البعض. طيب هذا بدي الونه، بنعمله فيل هاي باللون الاسود او في اسود. بجيب اول شيء موضوع اللوكيشن، بسحب بضغط الت وبسحب اللوكيشن هنا، ولكن بدي اغير الفيل خاص باللوكيشن. هينا غيرنا الفيل تاع اللوكيشن الى هذا اللون. طيب بنيجي هنا بنكتب لوكيشن، ولكن بدي افعل النص، بقول هنا لوكيشن. طيب الان طالما انا حطيت لوكيشن هنا، بدي احركه واحطه في المنتصف واعمله محاذاه واعمله تلوين. ايش التلوين اللي بدي اياه؟ تعال نلون المربع هذا، نعمل له فيل باللون الاخضر مثلا،
ده انا احط توسيط للنص، لاحظوا عملتهم، بعمل توسيط لموضوع النص، هيك وسطت النص موجود هنا، كلهم بجيبهم مع بعض، هي اربع عناصر بعملهم كنترول جي، هي عملنا لهم تجميعه. بتعالوا بدي اخذ كوبي، هيو الان الت وبسحب كوبي من هذا، وبسحب ايضا كوبي اخر من هذا، بخلي في البدايه انفو، هي انفو، وتعالوا بس نشيل كلهم، بدي اعمل ان جروب، هي بعمل ان جروب وبعيد ترتيبهم كلهم مع بعضهم البعض، بحيث اني اشيل الايكون هذا، هاي الايكون هذا بشيله، وبجيب الانفو ايكون، هاي الانفو ايكون الت، وبسحب الانفو ايكون وبروح بعمل له فيل على اللون الفاتح، وهنا اللوكيشن، وهنا هاي فوتوز. اوكي طيب، تعال احنا نطول هذا الاطار، وهينا طولنا هذا الاطار كله بدنا ننزله تحت، تعالوا نوزع العناصر، بنجيب العنصر هذا اسفل، وبنجيب العنصر هذا برضو شوية اسفل، وبنجيب العنصر هذا في نفس المكان، وممكن نطلع العناصر هذه شوية فوق حتى تكون قريبة من الصورة. طيب الآن بدي أعمل انفو، الانفو عبارة عن نصوص معينة، هاي بنفتح النص الأول، بقول انفو انفو، وحط النصوص اللي بدكم إياها، هاي انفو، وتعالوا نعمل كوبي بيست. بدي أرجع أخذ نفس الخصائص اللي موجودة في الخط هنا، هذه الخصائص، ولكن بدي أغير في الإطار الموجود حتى أسحب وأكون في نفس الإطار موجود أمامكم زي ما إحنا شايفين. الارتفاع كبير جدا، بخليه هنا إيش، حتى بخليه 50 وفقط لا غير، هيك إحنا قدرنا نعمل ارتفاع مناسب. هاي بنعمل كنترول ماينس، وبجيب هذا النص بحطه في الإنفو، هيكون عندي في الإنفو. ولو بدنا نحط صورة بنحط صورة هنا. لقيت احنا في موضوع اللوكيشن ممكن نحط قائمة، هذه القائمة باستخدام البلاجنز اللي احنا نزلناه قبل هيك، ولكن تعال نكتب الآن القائمة، بنكتب الآن هاي باريس مثلا، بعد هيك بنكتب لندن، وبنكتب روسيا، وبنكتب تشاينا، هاي أربعة أنا بدي أعملهم ضمن قائمة معينة. تعال نعلم القائمة هذه ونروح على موضوع البلاجن، هنا في عندي ليست بلاجن، بأجي بفعلها وبقى اضغط على الليست، بعمل ميك ليست، في الميك ليست بديني بعض الاتريبيوتس بحيث اني انا اتحقق من هذه الاتريبيوتس. اول شيء بقول لي الاوردر، بديها اوردر، موضوع الليست ايتم فيرتيكال سبيس ما بين كل واحدة والثانيه 50، اي نعم بديها 50 ما فيش مشكله، خلينا نكتفي هذه الخصائص. تعال نعمل ابلاي، ممكن نوسع القائمه بالطريقه اللي شايفينها امامنا، تعال نحط صوره او ايكون بجوار كل لوكيشن. طيب من وين بنجيب الصوره؟ هنا انا عامل صوره معينه، بنحاول نستفيد من هذه الصوره، بعمل الت وبسحب الصوره هيك، تعال نصغر الصوره بحيث انه تتناسب مع كل لوكيشن وكانها تكون ايكون خاصه بكل لوكيشن، تعال نشوف هل بتناسب مع الموضوع، بنعمل زوم، بنكبر الكلام هذا، بضغط الت وبوديها على الدوله الثانيه، والت على الدوله الثالثه، والت على الدوله الرابعه، هيك احنا بنقول تقريبا عملنا ايكون لكل دوله، وكون كان في عندي انسجام في هذا اللوكيشن. اخر شيء موضوع الفوتو، تعال نعمل البوم، لو اجينا جبنا الصوره هذه بنعملها كنترول كوبي، او هاي بنضغط على زر الالت وبنسحبها تحت بحيث انه ناخذ منها نسخه ونحطها عند الفوتوز. طيب الان هذا الفوتوز انا بدي اعمل اربع فوتوز، بنكبر الارت بورد بحيث انه يكون في عندي قدره احتمل اربعه من هذه الصور، بنزل الفوتر تحت وبنعمل هنا ريبيت جريد بحيث انه نعمل مجال لاربع صور، هاي صوره تنتين وهي ثلاثه وهي عملنا اربع صور. طيب هذا كلام كله بنرجع ثاني بحيث انه يجي في النهايه. طيب الان بدي اجيب الصور من وين؟ من مصدرها، انا منزل الصور هنا وهي الصور عندي عباره عن اربع بظللهم، بسحب دراج اند دروب من الصوره الاولى وهنا بحطها على الدائرة الأولى، بصير عندي في ماسك لهذه الصور وظهرت عندي بالشكل الموجود أمامي. هيك إحنا بنقدر نقول الفوتو جاليري موجود، موضوع اللوكيشن موجود، فينا نحط سيكشن آخر، فينا نحط سيكشن آخر اللي هو تعالوا نشوف الوذر كيف ممكن نسوي في موضوع الوذر، نطلع هذه فوق شوية، بنضغط على الالت وبنسحب صورة من هذه الصورة. طيب هذا عبارة عن وذر، بقول له هاي وذر الطقس، وبأشيل الايكون هذا، بنيجي فوق هنا عندي اللي هو الطقس، هاي شعار الطقس، بضغط على الالت وبسحبه ثاني هنا،
نضغط زر الشيفت وبنصغره وبنعمل له محاذاة وتوسيط في المنتصف، وهنا بنعمل له محاذاة وتوسيط، ولكن بدي أعلمه حتى أنا أظلله وأخليه البوردر تبعه بهذه الإشارة، والفيل تبعه ما بيلزمنيش يكون في له فيل، بس هي بالطريقة الموجودة عندي. طيب في عندي مجموعة آيكونز خاصة بهذا الإطار، أي نعم أنا مستخدمها قبل هيك، هي بأجيبها من هنا وبنزلها كلها وبحطها في هذه النافذة، بحيث أنه نعبر للناس أنه هذا الطير بعيش بالصيف أو بالشتاء أو بالربيع أو بالخريف. ممكن أعلم على كل واحدة على حدة. تعال نعمل زوم حتى نشوف كيف صارت النافذة كاملة بالشكل الموجود أمامنا. لاحظوا كيف إحنا اشتغلنا هذه النافذة ورتبنا تقسيماتها. ممكن نعيد التقسيمات أو نرتب أكثر، بنطلع هذا فوق كمان هيك طلعناه، هاي لاحظوا، بحيث ما يكونش عندي فراغات. هاي الوذر، هاي عندي اللوكيشن، بدي أوسع هذه حتى تكون على عرض الشاشة، هاي وسعناها حتى تكون على عرض الشاشة، وممكن هذا نوسعه حتى يكون على عرض الشاشة أيضا، وهذا نوسطه إذا مش متوسط. بعمل أنا جروب، لاحظوا معايا عملته أنا جروب، وهذولا بعملهم توسيط، بعملهم محاذاة وتوسيط، هاي زي ما احنا شايفين. هاي اللوكيشن وهاي الفوتوز. هيك نقدر نقول وصلنا لنهاية الدرس. في نقطة أنا كنت اشتغلت فيها في المثال الأولي، اللي هو كيف ممكن نحط جنحان هنا، أو الوينجز كيف ممكن نحطهم كخلفية موجودة. لو احنا بدنا نكمل على هذا الموضوع باختصار شديد، هاي الوينجز احنا جبنا الرسمة هذه، بعملها كوبي وباستخدم البين تول بحيث ان انا ارسم شبيه بهذا الوينجز. هاي بعمل هيك وبسحب الكلام هذا، وهاي البين تول، لاحظوا معايا اخذت البين تول، هاي بمشي على الجناح، هاي بمشي خطوة خطوة هيك بحيث ان انا اعمل تدريج على الجناح هذا، وهيك نزلنا. بأعمل اسكيب وبألاقي ان انا في عندي صورة الان صارت موجودة، هيها هنا في هذا الاطار. طيب بعلمها وباجي عند كل نقطة وبضغط ضغطتين، بضغط ضغطتين في كل نقطة، هاي ضغطتين، بحيث احسن في موضوع التدرج ما بين كل واحدة والتانية، رغم انه في اشياء لازم تطلع وتنزل، بضغط ضغطتين، هاي صار شبيه بالجناح. ممكن احنا نلونه، هنعمل له فيل، هاي بنعمل له باللون البيج. لو انا بدي اخده واعمل له كوبي، هاي بعمل له الت وبسحبه بحيث اعمل له كوبي. لو بدي انا اغيره، هاي بعمل فليب. لاحظوا هنا ايش صار، صار في عندي جناحين موجودين، باخذهم مع بعض وبسحبهم، بحطهم وين؟ بحطهم قبل هيك بصغرهم، هاي تعال نصغرهم، هيك صغرناهم. ممكن نحطهم خلفيه كخلفيه في هذا، هاي لاحظوا انا اشتغلتهم قبل هيك، بنحطهم كخلفيه هنا، ولكن بدي اعملهم ضمن اوباسيتي بعد ما اصغرهم كمان، هيك صغرناهم وحطيناهم هنا، وبديهم اوباسيتي بحيث انهم ما يظهروش او يظهروا كخلفيات، مش يظهروا انهم بشكل مزعج. وممكن نفس القصه، هذا الجناح والجناح الثاني بنزلهم تحت، بحطهم في كل مكان، هاي مثلا حطيناهم هنا بحيث يكونوا زي خلفيه، وباجي بحطهم هنا والثانيه، وهي بحطهم هنا، ممكن نحطهم برضو هنا، يعني بنوزعهم على عناصر الشاشة. تعال نشوف كيف صاروا لو اجينا عملنا بلاي، هاي عملنا شبيه بالخلفية، ولكن بنشيل البوردر، لازم نشيل البوردر بحيث انه ما يكونش في عندي حدود في الموضوع هذا. هيك بكون وصلنا لنهاية درسنا، بتمنى يكون الدرس نال اعجابكم، وان شاء الله انتظرونا في الدرس الاخير كيف نعمل تربيط لهذه النوافذ مع بعضها البعض، وكيف يكون الموقع عندي جاهز كيوزر انترفيس، ويمكن نقدمه كبروتوتايب للحكم او للتحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.